انطلقت صباح اليوم جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث عقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اجتماعا مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل. مشروع إصلاح نظام التقاعد ومطالب نقابية أخرى أبرز النقاط المطروحة على طاولة الحوار، الذي يشكل خطوة هامة على درب السلم الاجتماعي بما يخدم المصلحة الوطنية ويستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية. وستتواصل طيلة اليوم اجتماعات مع باقي المركزيات النقابية. وعن أهمية الحوار الاجتماعي الذي انطلقت أولى جلساته اليوم، أدلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد بومدع بالتصريح التالي للأولى. جولة كتميز أن في جدول الأعمال واضح، وهذا تعبر على الإرادة ديال الحكومة أنها فتح باب الحوار وعندها إرادة قوية باش نلقاو إن شاء الله نقطة التلاقي بين انشغالات الحكومة وكذلك انشغالات المركزيات النقابية. كما ذكرنا قبل قليل، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي دشنتها اليوم الحكومة مع المركزيات النقابية طغى على جدول أعمالها ملف إصلاح أنظمة التقاعد. التفاصيل مع رشيد كن، سعيد غنام، عبد العالي عياد وياسر طغمي. إصلاح نظام المعاشات نزل بثقله على جولة اليوم من الحوار الاجتماعي، والتي اقتنعت فيها كل الأطراف بضرورة الإصلاح باعتباره مسألة استعجالية تستدعي إشراك الجميع. جئنا في جلسة تفاوضية، فنتمنى من الحكومة أن تستخلص الدرس وأن تستجيب لهذه المطالب. دائما خص يكون تواصل ومفاوضات، والحمد لله الموسم واعد. أيضا المغرب بخير اليوم، حتى الصورة ديالو على المستوى الدولي وعلى المستوى بالنسبة للأوروبيين أو بالنسبة، وكنعتبر هذه المهام دائمة. السيد رئيس الحكومة جاب في جدول الأعمال يعني الملف المطلبي، بالملف المطلبي بما فيه أيضا التقاعد، فكيظهر لي على أنه الآن حصلت القناعة لدى السيد رئيس الحكومة بأن الملف خصو يتناقش في شموليته. إذا كانت أجواء ما قبل الحوار قد وصفت بالإيجابية بالنظر إلى التقارب في النقط المدرجة على جدول الأعمال، فيبدو أن جولة اليوم تؤسس لمرحلة جديدة. طبعا اليوم على المائدة ديال الحوار موضوع التقاعد بشكل أساسي، اللي نقلناه من اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي باش يكون مناسبة باش نتحاوروا حول أوضاع الشغيلة بصفة عامة. وأظن أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم إذا كل واحد منا ساهم بطريقة إيجابية وبنية حسنة سوف نتفاهم على الملفات كلها. نحن ننتظر الأجندة، وهذه الأجندة لابد أن تأتينا بالشكل الذي يعني بيناه، وهو أنه لابد من التنصيص على الموضوعات التي يجب معالجتها، وأقول معالجتها ماشي التحليل ديالها، معالجتها ماديا، وأدى بذلك نحن في انتظار تنفيذه لوعده. لم يكن هناك خلاصات أساسية يمكن أن نصرفها اليوم للطبقة العاملة والشعب المغربي، لذلك فننتظر رد السيد رئيس الحكومة بعد هذه الجلسة على المقترحات ديالنا والمطالب ديالنا اللي رفعناها له في المذكرة، واللي تعهد بأنه غادي يرسم يدير أجندة ديال جلسات الحوار لنصل إلى بحث كل القضايا المطروحة. رغم عدم إدراج بعض النقط المطلبية للمركزيات، فجولة اليوم من الحوار الاجتماعي تدشن لخارطة طريق جديدة. مجرد استئناف الحوار الاجتماعي هذا شيء إيجابي، ودائما الناس ملي كيجلسوا كيتفاهموا كيسمعوا بعضياتهم لا يمكن ان يكون الامر الا خيرا، ولكن كنتمناو الاستمراريه والمأسسه والانتظام.
جولة اليوم إذن تؤسس لنمط جديد من الحوار الاجتماعي سيحمل لا محالة معه ثمارا خلال الجولات القادمة قبيل عيد الشغل. Journée marathon pour Abdelilah Bikiran, le chef du gouvernement, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a reçu aujourd'hui les syndicats les plus représentatifs autour d'un cahier revendicatif volumineux. 10 points prioritaires étaient sur la table du dialogue social, dont l'augmentation des salaires, l'allègement de la pression fiscale et la réforme des retraites. Voyons tout cela avec Mohamed Aitlashkar. Le chef du gouvernement aborde cette journée de reprise du dialogue social avec l'espoir d'arracher un accord, ne serait-ce que sur le dossier le plus urgent de l'agenda de l'action gouvernementale. Évidemment, aujourd'hui, sur la table du dialogue, le sujet de la retraite occupe la place principale que nous avons transférée de la Commission nationale à la table du dialogue social. Ce sera l'occasion de dialoguer sur la situation des travailleurs de façon générale. Et je crois que si chacun de nous contribue positivement et de bonne intention à ce dialogue, nous trouverons un terrain d'entente sur l'ensemble des dossiers. Chaque dossier, autant important. Le chef du gouvernement n'en dira pas plus. Chaque dossier autant opportun, celui de la réforme de la retraite, est urgent. Les principales centrales syndicales participent à ce round de négociation en plusieurs temps, en différents groupes, le matin et l'après-midi, et globalement un climat d'optimisme a régné toute la journée. La saison est prometteuse et également le Maroc se porte bien, y compris pour son image au plan international. Il s'agit de séances de dialogue sur le dossier revendicatif dans son ensemble, y compris la retraite. C'est pour cela que nous avons insisté sur le fait que le dossier de la retraite ne doit pas être séparé des autres questions. Les autres questions, justement, elles s'élèveraient à une dizaine, dont voici les principales. L'augmentation des salaires, l'allègement de la presse fiscale sur les salaires, l'augmentation des pensions de retraite et la protection des libertés syndicales. Le nouveau round du dialogue social s'est déroulé avec les centrales syndicales les plus représentatives. تسفل غسد غرباط تسوت التمينوت النوم ديول أن يمون قرطان بط النقابات دا تميقور نتيقين غساد في وزن غرطان بط من نوين غلفن توسكار ديمس القار النقابات سكرات انتمون تمغربي تنتوري دو الكونفدرالية ديمقراطية تنتوري الفدرالية ديمقراطية تنتوري إنا كان إسرتان إوين في الهم تسوت التاد سسراب كدير قيس تولدين من نوي سياس غيقا صفتيرين وسيس إيمان وسسوا النظام اللانتريتا أمكان دو سفاكي لسبب تودر نيمس ورين لمرات يضنين تنبط رسول تنفر أم دي ولاد النقابة انتمون تنمون تنتوري المغرب. El diálogo social se reanuda y es que esta misma mañana en Rabat ha sido celebrada una nueva ronda de negociaciones sobre el diálogo social en la que tomaron parte diferentes sindicatos. La reforma de las pensiones y el aumento de los salarios son uno de los temas principales que han sido presentados durante este encuentro. Una reunión que ha sido presidida por el jefe de gobierno Abdelilah Bikiran y que viene después de un largo tiempo de huelgas convocadas por los sindicales sociales. La última ronda oficial que reunió al gobierno y los sindicales se remonta al 2 de diciembre. El gobierno había accedido a las peticiones de los sindicales y prometió que el diálogo sobre las pensiones estará en el marco del diálogo social.